الأثير والطبري والقرماني مع القمي ينفون الأربعين. أليف. أشار القمي إلى أن ابن الأثير والطبري والقرماني وغيرهم قد توافقوا مع المفيد والطوسي والكثعمي وكذا القمي في رفض مزاعم المدلسة في رجوع زينب عليها السلام والحرم إلى كربلاء، فليس في كلامهم أي ذكر لسفر زينب والحرم عليهم السلام إلى العراق. باء. في منتهى الآمال قال القمي إن جهات لائقة أخرى يلاحظ من سياق كلامهم إنكارهم له، كما في كلام الشيخ المفيد في صدد مسير أهل البيت عليهم السلام إلى المدينة، ويقرب من كلامه ما ذكره ابن الأثير والطبري والقرماني وآخرون، وليس في كلام أي منهم ذكر للسفر إلى العراق. جيم. قال القرماني إن يزيد وجه الذرية صحبة علي بن الحسين عليهم السلام، ووجه النعمان مع 30 رجلا يسير أمامهم حتى انتهوا إلى المدينة، وكان النعمان يسأل عن حوائجهم ويتلطف بهم، فقالت فاطمة لإختها زينب عليهم السلام: لقد أحسن هذا الرجل إلينا، فهل لك أن تصليه بشيء؟ فقالت زينب: والله ما معنا ما نصله به إلا حلينا. فأخرجتا سوارين ودملجين لهما فبعثتا إليه واعتذرتا، فرد النعمان الجميع وقال: ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دال. في تاريخ الطبري الجزء الرابع قال: ثم أدخلهم يزيد على عياله فجهزهم وحملهم إلى المدينة، فلما دخلوها خرجت امرأة من بني عبد المطلب تلقاهم وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ ها. عن أبي مخنف دعا يزيد علي بن الحسين عليهما السلام ثم قال: لعن الله ابن مرجانة، وقال: كاتبني وأنه كل حاجة تكون لك، وكساهم وأوصى بهم الرسول، فخرج الرسول بهم وكان يسايرهم ويسألهم عن حوائجهم ويلطفهم حتى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت علي عليه السلام لإختها زينب عليها السلام: يا أخي، لقد أحسن هذا الرجل الشامي إلينا في صحبتنا، فهل لك أن نصله؟ فقال الشامي: لو كان الذي صنعت إنما هو للدنيا كان في حليكم ما يرضيني ودونه، ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واو. قال ابن الأثير: لما أراد يزيد أن يسيرهم إلى المدينة أمر يزيد النعمان أن يجهزهم بما يصلحهم ويسير معهم رجلا أمينا من أهل الشام يسير بهم إلى المدينة، ودعا يزيد عليا عليه السلام ليودعه وقال له: لعن الله ابن مرجانة، أما والله لو إني صاحبه ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي، ولكن قضى الله ما رأيت، يا بني كاتبني حاجة تكون لك. وأوصى يزيد بهم الرسول فخرج بهم فكان يسايرهم ليلا فيكونون أمامه بحيث لا يفوتون طرفه، فإذا نزلوا تنحوا عنهم هو وأصحابه، فكانوا حولهم كهيئة الحرس، وكان يسألهم عن حاجتهم ويلطف بهم حتى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت علي عليه السلام لأختها زينب: لقد أحسن هذا الرجل إلينا، فهل لك أن نصله بشيء؟ زاي. إضافة لنفيهم زيارة الأربعين والمسير إلى كربلاء، فإن الطبري وابن الأثير والقرماني والآخرين من الشيعة والسنة قد نفوا وجود بنت للحسين عليه السلام باسم رقية، فزيارة الأربعين والمسير يلتحقان بقصة رقية والمحسن وكلاب هارون وتوقيعات السفراء وغيرها من القصص المختلفة من خيالات وتدليس الفاحشة الشيرازي وأقرانه
وأسلافه الأخبارية والشياطين المردة. فلماذا الكذب والخرافة؟ هل توقف مذهبكم على التجهيل وأكاذيب المدلسة وخرافات القصاصين؟ هل فقدتم الدليل والعقل والضمير؟ جاء في القرآن المجيد قال: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟